السلام عليكم، حياكم الله، مسيكم الخير. اليوم بكلمكم عن السكر، مادة السكر اللي حتى احنا في الأكل. هذه المادة تقريبا ما طلعت بهذا الشكل وبهالوفرة دي إلا من 50 سنة فقط، وغيرت أشياء ومفاهيم كثيرة على مستوى الكرة الأرضية. طبعا 3/4 الأكل لولا الله ثم السكر هذا ما أكلته ولا استسقتها. الآن لنفرض أنك دخلت سوق أو سوبر ماركت أو بقالة، لو تأملت الأشياء الموجودة ستجد أنه تقريبا 90% من الموجودات مع سكر، و10% تقريبا ملح. شوف السكر قديش طاغي، لأنه سبحان الله العظيم نعمة عظيمة خلت الناس يأكلون، ولا كان ماتوا من الجوع. ترى صحيح نسبة 90%، ترى أيضا 90% تقريبا من المعلومات اللي عند الناس عن خطورة السكر الأبيض هذا ترى معلومات غير صحيحة للأسف الشديد. نعم هو خطير جدا، لكن الأخطر منه إن نكذب عليه. حسابات في الفيسبوك وفي تويتر تبغى تشتهر، فتجد أن المواضيع الطبية والصحية دي مواضيع مهمة، فأصبح كثير من الشباب يسوون أنفسهم أطباء. على سبيل المثال، واحد من أشهر المقاطع اللي انتشرت الأيام مقطع واحد مسوي نفس الطبيب يقول إنه ملعقة واحدة من السكر تخفض مناعة الإنسان 50%. ما ذكرنا الإنسان هذا كم عمره، وهل هو مريض ولا مو مريض، والملعقة كم فيها، صغيرة كبيرة، وش نوع السكر، والمنطقة، الجينات. الإنسان لو لا يمكن هذا ينطبق على الناس كلهم، يعني دجل وخرابيط، يعني إن شاء الله أنه بس أنه يعفو عنه. بس على ذلك باقي المعلومات اللي يطرحها هو وغيره، معلومات وثائق وثائق السيف. أرجع أقول لكم السكر خطير، والأخطر منه نكذب عليه. هذه نعمة عظيمة خلت أشياء كثيرة ما كنا نقدر نستصيغها، الآن أصبح الناس يأكلونها ويستمتعون بها. أحمدوا ربكم واشكروه. السلام عليكم.